بيبدأ الجزء التاني من المسلسل بمظفر وبيكون مستخبي في بيت ميليسا، وده علشان خيري ما يشوفهوش ويعرف ان هو على علاقة بيها. وبعد ما بيمشي خيري بتعتذر ميليسا لمظفر وبتعرفه ان خيري يبقى جارهم من سنين، وان هو دايما بيزورها علشان يطمن عليها وعلى امها. فبيفاجئها مظفر وبيطلب منها ان هي تاخد حذرها من خيري، وده لان خيري بيشتغل السواق الخاص لابوه. وفي الوقت ده في البيت سداد بيرجع وبيلاقي عيلته مستنياه وبيسألوا عن نلان، فبيقول لهم ان هي كانت معاهم في المطعم وبعدها راحت بيت اهلها علشان تزورهم وزمانها جاية. وبيقول لهم كمان ان مظفر اتعرف على بنت اسمها ميليسا، فبيفرحوا كلهم بالخبر ده وخصوصا جولسي. ووقتها نلان بتكون راجع البيت وبتقابل مظفر وبيدخلوا سوا، واول ما بيدخل مظفر للبيت بتحضنه جولسي وبتبارك له وبتقول له ان هو ما كانش لازم يخبي عليهم ان هو اتعرف على ميليسا، فبيقول لها ان هو لسه متعرف عليها من وقت قريب. وبعدها نالام بتقول لسيدات ان هي شافت الرسالة اللي جات له من جانا، وان هي شافت كمان اسم المطعم اللي هي كانت عايزة تقابله فيه، وعلشان كده راحت على المطعم ولكن اتفاجئت بوجود جدها عادل هناك. ومع ان السادات بيكون متضايق ان نالام خدعته وفهمته ان هي رايحة بيت اهلها، ولكنه بيقول لها ان هي لازم تهدى علشان تعرف الحقيقة. فبتديله نالام تليفونه وبتطلب منه ان هو يتصل بجانا قدامها، وده علشان يفهم منها هي ليه بتقابل عادل. لكن سداد بيفهمها ان هو مش هيقدر يتصل بجانا في الوقت ده لان جوزها ممكن يشوف التليفون وممكن يطلقها، وبيوعدها ان هو هيتصل بيها تاني يوم. وتاني يوم نلام بتصحي سداد وبتعرفه ان هي قلقانه وما جالهاش نوم، وبتطلب منه ان هو يتصل بجانا. فبيطلب منها سداد ان هو يروح الحمام الاول وبياخد تليفونه معاه من غير ما نلام تشوفه. وساعتها بيتصل سداد بواحد صاحبه وبيقول له ان هو هيتصل بيه وبيفهمه ان هو ما يردش على نهائي. وبعدها بيغير سيدات اسم صاحبه على التليفون وبيسجله باسم جانا. ولما بيخرج من الحمام بيتصل قدام نالان وصاحبه ما بيردش عليه، وبتنجح خطة سيدات وبتصدق نالان ان جانا هي اللي ما بتردش. وبيوعدها سيدات ان هو هيتصل بجانا تاني بالليل قدامها. وبعدها بيخرج سيدات وبيروح شغله وبيتصل بجانا، واول ما بترد عليه بيلومها بسبب علاقتها بعادل. فبتتعصب جانا وبتقول له ان هو بوظ لها حياتها وان هو مش من حقه يتحكم فيها وفي تصرفاتها. لكن سداد بيتجاهل كلامها وبيهددها ان هي لو ما بعدتش عن عادل فهو هيتصرف معاها بنفسه. وبعدها نالام بتروح لجانا بيتها وبتقول لها ان هي شافتها مع جدها عادل، وبتعرفها ان عادل مش هو الشخص المناسب ليها والافضل ليها ان هي تهتم بجوزها وباولادها. لكن جانا بتكذب عليها وبتنكر ان في اي علاقه بينها وبين عادل، وبتقول لها ان هي بتعتبره زي ابوها بالظبط. وبالليل بيوصل مظفر وميليسا للبيت وبتكون العيله كلها في استقبالهم. واثناء العشاء رأفت بيسأل ميليسا عن عائلتها، فبتقول له ميليسا ان هي اتولدت في المانيا وبتقول ان عائلتها صغيره ومش معروفه، وبتقول كمان ان ابوها مات وعلشان كده هي رجعت تعيش مع جدتها. وطبعا الكلام ده بيكون مظفر هو اللي محفظه لها علشان تقوله قدام عيلته. وفي اللحظه دي سداد بيشوف وشم على رقبه ميليسا وبيتاكد هنا ان هي فتاه الليل اللي هو قضى معاها ليله قبل كده، فبيتوتر وبيخرج يقف قدام البيت. فبتخرج وراه نالان علشان تطمن عليه، وبتقول له ان هي راحت لجانا بيتها علشان تعرف حقيقه علاقتها بعادل. فبيتضايق سيدات منها علشان هي راحت بدون ما تعرفه، وبيطلب منها ما تكررش ده تاني. وبعدها بياخدها وبيرجعوا يكملوا العشاء، وبيبان ساعتها ان جولسي فرحانه ومبسوطه جدا، وبتقول لميليسا ان هي ومظفر لازم يحددوا ميعاد الفرح. وفجاه بيدخل عليهم خيري، واول ما بتشوفه ميليسا بتتوتر جدا وبتبص الناحيه التانيه علشان ما يشوفهاش. فبيلحق مظفر خيري قبل ما يشوف ميليسا وبيقوم وبيزعق له لان هو دخل عليهم من غير استئذان. وبعدها بياخده وبيخرج بيه بره البيت وبيفهمه ان هو مجرد سواق عندهم. ووقتها رأفت بيكون شايف وسمع اللي بيحصل ولكنه ما بيتدخلش. وبعدها مظفر بياخد ميليسا علشان يوصلها لبيتها، وبيظهر ان مظفر متردد ومش عارف يعمل ايه، خصوصا وان وجود خيري ممكن يفضحه قدام عيلته. وعلى الرغم من كده بيقرر ان هو يكمل التمثيليه وبيطلب من ميليسا ان هي تبطل شغل، وبيوعدها ان هو هيديها ضعف الفلوس اللي هي كانت بتاخدها من شغلها علشان تقدر تعالج امها. وتاني يوم رأفت بيقابل خيري وبيعتذر له عن اللي ابنه عمله معاه، لكن خيري بيكون زعلان جدا وبيقول له ان هو عاوز يسيب الشغل. فبيفهمه رأفت ان هو ما كانش يقدر يزعق لمظفر قدام خطيبته، وبيرفض ان هو يخليه يمشي وبيدي له اجازه علشان يهدي فيها اعصابه. وبالليل في الفندق ميليسا بتطلع الاوضه اللي فيها الزبون اللي هتقابله، ولكن بتتفاجئ بسيدات قدامها وبيفضل يهينها وبيطلب منها تبعد عن
عن أخوه، وبيعرض عليها 10,000 دولار مقابل إن هي تختفي من حياتهم، وإلا هو هيفضحها قدام مظفر وقدام عيلتها كلها. لكن ميليسا بتهدده وبتقوله إن هي صورته فيديو وهو معاها، وبتهدده إن هي هتنشر الفيديو ده على الإنترنت لو هو تعرض لها تاني. وفي نفس الوقت ده بيتفاجئ عادل إن جانا بتتصل بيه وبتقوله إن هي عايزاه يساعدها علشان تتطلق من جوزها، وبتفضل تترجاه وبتقوله إن هي خلاص ما بقتش قادرة تتحمل. وساعتها فريدة بتسمع عادل وهو بيتكلم مع جانا، فبتزعل وبتقع على الأرض من شدة الصدمة. وبعدها بتتصل حفيظة بنالان وبتقولها على اللي حصل، فبتروح نالان هناك بسرعة، وبيكون عادل جاب دكتور لفريدة، وبيقول الدكتور إن فريدة محتاجة أسبوع راحة. ولما بتتحسن حالة فريدة بتطلب من نالان إن هي تراقب كل تحركات عادل وتنقل لها كل أخباره، ومع إن نالان بتستغرب من طلب فريدة ولكنها بتنفذه، وبتمشي فعلا ورا عادل وبتشوفه وهو بيشتري ورد، وبتكون فريدة معاها على التليفون. وبعدها بيوصل عادل بالورد للمقابر، فبتستغرب نالان إن عادل ما بيدخلش مقبرة أبوه وأمه، فبتتوتر فريدة وبتطلب منها إن هي ترجع لها بسرعة. لكن نالان بتفضل ورا عادل وبتشوفه وهو بيحط الورد قدام قبر واحدة اسمها سيما، وطبعا نالان ما بتكونش عارفة إن سيما دي تبقى هي أمها. وبعدها عادل بيروح يقابل جانا في مطعم، وفي اللحظة دي بتدخل عليهم نالان، وساعتها بتتغير ملامح عادل. لكن نالان بتقرر إن هي تحتفظ بسر جدها، ولما بترد على فريدة ما بتقولهاش على اللي هي شايفاه. وبعد ما بتنهي نالان المكالمة بتلوم عادل، فبيفهمها إن هو بيساعد جانا علشان تتطلق من جوزها مش أكتر. وفي الوقت ده سداد بيقابل شخص اسمه ألبير، وبيكون هو اللي مشغل ميليسا كفتاة ليل، وبيقول سداد لألبير إن ميليسا صورته فيديو وهو معاها، وبيطلب منه يتصرف ويجيب له الفيديو ده في أسرع وقت. وبعدها ألبير بيقابل ميليسا وبيلومها على تهديدها لسداد، وبيفكرها هو يبقى ابن مين وممكن يعمل ايه، فبتقوله ان هي ما صورتش اي فيديوهات، وبتفهمه ان هي كدبت عليه واوهمته ان هي صورته علشان يخاف منها ويبعد عنها. ولكن لما بترجع ميليسا بيتها بتفتح الكمبيوتر اللي عليه فيديو لسداد وهو معاها، وبعدها بتحط الكمبيوتر في الشنطة وبتخبيه. وبنروح لنالان اللي بتكون في المقابر، وبتقف قدام القبر اللي عادل حط الورد فوق منه، ووقتها نالان بتتعب وبتطلب من خيري ان هو يرجعها البيت. وهناك بيتفاجئ خيري لما بيلاقي مظفر بيعتذر له على اللي هو عمله معاه، فبيقول له خيري ان هو نسي كل اللي حصل. وبنرجع لألبير اللي بيقرر ان هو يبتز سداد، وبالليل بيتصل بيه وبيقول له ان هو خد الفيديو من ميليسا، وبيطلب منه $1,000,000 مقابل ان هو يسلمه الفيديو. وتاني يوم نالان بتروح لفريدة وبتسألها عن سيما اللي عادل حط الورد فوق قبرها، وفي الوقت ده بيظهر خيال سيما الفريدة، وبتنصحها ان هي تقول لنالان على الحقيقة. فبتفقد فريدة اعصابها وبتقوم تدور على سيما في كل مكان وبيغمى عليها. وبيظهر في الوقت ده عادل وبيطلب من نالان ترجع بيتها، وبيوعدها ان هو هيقول لها على الحقيقة بعد ما يطمن على فريدة. وفي الوقت ده سداد بيقابل جاويد وبيحكي له على اللي حصل مع ميليسا والبير، وبيطلب منه ان هو يساعده وينقذه من الموقف ده. وبعدها بيتصل جاويد بجولسي وبيقول لها ان هو عاوز يقابلها بسرعة، وبيعرفها ان الموضوع اللي هو عاوز يكلمها فيه يخص ابنها سداد. ولما بتروح جولسي لجاويد بيعرفها ان ابنها سداد عنده فضيحة جديدة، لكن جولسي ما بتصدقوش وبتقوله ان هو غيران من رأفته ومن اولادها. فبيتضايق جاويد وبيفكرها بالماضي، وبيقول لها ان هي دمرت له حياته لما اتجوزت رأفت، مع ان هي كانت متفقة معاه هو على الجواز. فبتطلب منه جولسي ان هو ينسى الماضي ويتخلى عن الانتقام، وبتطلب منه كمان ان هو ينساها ويبعد عنها وعن عيلتها. وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبالليل جاويد بيجيب ألبير وميليسا قدامه، وبيطلب من ميليسا ان هي تديله الفيديوهات اللي عندها، فبتنكر ميليسا ان هي عندها اي فيديوهات اصلا. فبيوجه جاويد كلامه لألبير وبيطلب منه يسافر لاي مكان بعيد عن اسطنبول، وبيقول له ان هو لو شافه في اسطنبول تاني هيقتله. وبعد ما ألبير بيمشي جاويد بيتكلم مع ميليسا وبيقول لها ان هو عارف اصلها وعارف ان اسمها الحقيقي مليحة، وبيطلب منها ان هي تديله الفيديوهات اللي معاها، والا هيروح بنفسه لبيتها ويقول لامها ان هي بتشتغل فتاة ليل. فبتخاف ميليسا وبتوافق ان هي تسلمه الفيديوهات. وبعدها جاويد بيتصل بسيدات وبيقول له ان هو حل المشكلة خلاص، وبيفهمه ان هو مش هيسلمه الفيديوهات دي غير لما يقنع ابوه ان هو يدخل شريك معاه، والا هيبعت الفيديوهات اللي هو خايف منها لابوه. وتاني يوم نالان بتروح بيت اهلها وبتديها فريدة مفتاح صندوق صغير علشان تفتحه، ولما بتفتح نالان الصندوق بتلاقي رسومات سيما امها وهي طفلة، فبتخمن نالان ان سيما تبقى اختها وماتت وهي صغيرة. فبيستغل عادل وفريدة الفرصة وبيأكدوا على كلامها، فبتحزن نالان علشان هم خبوا
عنها الحقيقة وبتسيبهم وبتمشي. وبعد ما بتمشي نالان بيلوم عادل فريدة وبيقول لها ان هم غلطانين علشان ما قالوش الحقيقة لنالان. فبتقول له فريدة ان ده احسن لان لو نالان عرفت الحقيقة ممكن تموت فيها. وفي الوقت ده في الشركة بيقول سيدات لابوه ان جاويد عارف بالازمة المالية اللي بتتعرض لها الشركة وان هو عرض عليه ان هو يدخل شريك معاهم وده علشان ينقذهم من الازمة اللي هم بيمروا بيها. وبيتضايق رأفت لان الشركة عمرها ما مرت بالازمات دي خصوصا وان هم لسه واخدين قرض من البنك. وبيلوم اولاده لان هم فشلوا في ادارة الشركة ولكن ما بيكونش قدامه حل غير ان هو يعمل تصويت على قبول جاويد كشريك معاهم. وبيقول لاولاده ان هم هيجتمعوا تاني بعد 24 ساعة ووقتها هيعملوا تصويت ما بينهم على القرار اللي هياخدوه. ولما بيرجع سيدات من الشغل بيلاقي نالان قاعدة لوحدها ومتضايقة فبيسألها عن اللي مضايقها. فبتقول له ان هي اكتشفت ان هي عندها اخت وماتت وهي طفلة. وبتكون نالان زعلانة لان عادل وفريدة خبوا عنها الحقيقة فبيوسيها سيدات وبيخفف عنها. وبالليل رأفت بيعرف جولسي ان هم هيصوتوا تاني يوم على دخول جاويد كشريك معاهم وبيطلب منها ان هي تكون حاضرة الاجتماع وتقول رأيها سواء بالقبول او بالرفض. وتاني يوم خيري بياخد ميليسا على الشركة وده علشان يساعدها في قضية اخوها اللي اتحبس ظلم. وبيقول لها ان هو هيخلي واحد من محامين رأفت يمسك قضية اخوها واللي بيكون متهم ظلم في قضية ممنوعات ومحبوس في السجن. وطبعا ميليسا بتكون مجبرة ان هي تروح مع خيري لان هي لو رفضت ممكن خيري يشك فيها. وبتكون ميليسا مستعجلة جدا وعايزة تمشي من الشركة في اسرع وقت. ولسوء حظها بيشوفها رأفت وبيناديها باسم ميليسا قدام خيري فبيتفاجئ خيري ان رأفت يعرفها وبيتفاجئ اكتر لان هو بيناديها باسم ميليسا مش مليحة. وبيطلب رأفت من خيري ان هو ياخد ميليسا على المطعم اللي في الشركة وده لحد ما يخلص الاجتماع اللي وراه. ووقتها بتكذب ميليسا على خيري وبتقول له ان هي ومظفر بيحبوا بعض ولكن هم مخبيين حقيقة اصلها عن عيلة مظفر. فبيتضايق خيري وبيقول ان هي بتتبرى من اصلها وده عيب وبينصحها ان هي تحل الموضوع باسرع وقت. وبيفهمها ان هي لو ما اعترفتش الرافض بكل حاجة هو مش هيقدر يسكت. وبيقول لها ان مظفر لو بيحبها فعلا يبقى لازم يصرح اهله ان هي من عيلة فقيرة. وفي الاجتماع بيكون جاويد موجود مع عيلة رأفت وبيطلب رأفت من عيلته ان هم يبدأوا التصويت. وبعد التصويت الاصوات بتكون متعادلة وبيكون رأفت وجولسي لسه ما قالوش رأيهم. فبيطلب رأفت من جولسي ان هي تقول رأيها. فجولسي بتقول ان هي موافقة على عرض جاويد لان هو هيكون مفيد لوضع الشركة المالي. فبيوافق رأفت وبيقول لهم ان الاجراءات القانونية للشركة هتبدأ فورا ولكن في نفس الوقت رأفت بينصح جاويد ان هو ما يفرحش لان اي غلطة تحصل منه هيكون تمنها فض الشراكة. وبعد الاجتماع بيقول رأفت لمظفر ان ميليسا منتظرة في مطعم الشركة. فبيروح لها مظفر بسرعة وبيسألها عن اللي بيحصل. فبتقول له ان خيري اجبرها تقابل المحامي وبتقول له ان هي اضطرت تكذب على خيري وعرفته ان هما بيحبوا بعض وهيتجوزوا. فبيتضايق مظفر وبيقول لها ان هو هينهي القصة دي فورا. فبتزعل ميليسا وبتترجى ان هو يفضل معاها. وبيكون واضح عليها ان هي بتحب مظفر لكن مظفر بيتجاهل كلامها وبيصمم على رأيه. وبعدها سيدات بيقابل ميليسا وبيقول لها ان هي خلاص ما بقتش تقدر تهدده وبيطلب منها تسيب اخوه مظفر وتنهي علاقتها معاه. لكن ميليسا بترفض وبتقول له ان هي بتحب مظفر ومش هتسيبه وبتهدده ان هو لو ما بعدش عنها فهي هتقول لنالان وتفضحه. وبالليل سيدات بيقابل جانا وبيحكي لها على كل اللي حصل وبيقول لها ان هو عاوز يخلص من ميليسا باي طريقه. فبتحذره جانا من ان هو يأذي فتاة ليل وده لان هي مش باقيه على حاجه وممكن تدمر حياته. وتاني يوم جانا بتقابل ميليسا وبيظهر ان هي عرفت حقيقتها وبتناديها باسم مليحه وبتلومها لان هي هددت سيدات. فبتقول لها ميليسا ان هي عملت كده علشان تحافظ على مظفر. فبتفهم جانا ان ميليسا بتحب مظفر فعلا وبتطلب منها ان هي تطلع سيدات بره الموضوع وده في مقابل ان هي هتساعدها علشان تتجوز مظفر. فبتشك هنا ميليسا ان في علاقه ما بين جانا وسيدات وعلشان كده بترفض عرض جانا وبتقول لها ان هي ومظفر هيحلوا موضوعهم بنفسهم. وفي الوقت ده خيري بيروح لرأفت وبيحكي له على موضوع مظفر وميليسا. فبيتعصب رأفت وبينده على مظفر وبيساله عن اللي خيري قاله. فبيعترف له مظفر بالحقيقه كلها. فبيغضب رأفت وبيزعق له لان هو خدعهم كلهم. وبتيجي كل عيله رأفت على صوته العالي فبيقول لهم رأفت ان مظفر كذب عليهم وان ميليسا طلعت من عيله فقيره وان هي بتشتغل ممرضه ده غير ان اخوها محبوس في قضيه مخدرات. وبعدها رأفت بيروح بنفسه لميليسا بيتها وبيسالها هي دي خبت عليه ان هي فقيره. فبتقول له ميليسا ان هي ما كانتش عايزه تخبي فقرها وان مظفر هو اللي طلب منها تعمل كده. وبتفهم
فهموا ان هي حبت مظفر واعتمدت عليه، ولكن هو خذلها وانفصل عنها. وقبل ما يمشي رأفت بيفهمها ان هو مش هيتخلى عنها ولا عن امها. وبعدها خيري بيطلب من رأفت ان هو يدي ميليسا فرصة تانية، لكن رأفت بيرفض وبيقول له ان ميليسا شاطرة في الكذب وان هي ممكن تكون مخبية عليهم حاجات تانية هيعرفوها مع الوقت. فبيقتنع خيري بكلامه وبيسكت. وفي الوقت ده في الشركة بيتكلم سيدات مع جاويد وبيقول له ان هو وفى بوعده ليه وخلاه شريك لابوه، وبيطلب منه هو كمان يوفي بوعده ويسلمه الفيديوهات اللي ميليسا صورتها له. فبيديله جاويد الفلاشة اللي عليها الفيديوهات، وساعتها بتكون نالان واقفة وشايفاهم وبتفضل تراقب سيدات لحد ما بيحط الفلاشة في درج مكتبه. ولما بيخرج سيدات من المكتب بتدخل نالان وبتطلع الفلاشة وبتتفرج على الفيديوهات. وفي نفس الوقت ده جاويد بيمضي على عقد الشراكة وبيدير رأفت علشان يمضي عليه هو كمان، لكن رأفت بيرفض ان هو يمضي على العقد. فبيتعصب جاويد وبيقطع عقد الشراكة وبيقول لرأفت ان هو هيخليه يبوس ايده علشان يجي يشاركه. وبنرجع لنالان وهي مصدومة من الفيديوهات اللي بتشوفها، وبيظهر فيها سيدات وهو بيعمل علاقة مع ميليسا. وفي نفس اللحظة سيدات بيشوفها فبيروح لها وبيحاول يبرر لها موقفه وبيقول لها ان اللي حصل ده كان قبل جوازهم، لكن نالان بتكون منهارة وبتسيبه وبتمشي. وبعدها سيدات بيقابل جاويد وبيتصدم لما بيعرف اللي ابوه عمله، فبيروح له علشان يفهم منه ايه اللي حصل. فبيقول له رأفت ان هو دبر الفلوس اللي هم كانوا محتاجينها من صديقه، وبيطلب منه هو واخواته ان هم يستثمروا الفلوس دي ويوقفوا الشركة تاني على رجليها. وبعدها سيدات بيروح يقابل جانا وكالعادة بيحكي لها على كل اللي حصل. فبتنصحه جانا ان هو يروح لفريدة وبتطلب منه ان هو يحكي لها قبل ما تعرف من نالان، وبكده هو هيتجنب رد فعلها وهتساعده وهتصالحه على نالان. فبيسمع سيدات كلامها وبيروح لفريدة، واول ما بيشوفها بيعترف لها ان هو غلط مع ميليسا وان هي صورته فيديو وهو معاها، وبيعرفها ان نالان شافت الفيديو وزعلت منه. فبتزعق له فريدة وبتقوله ان هي ندمانة علشان جوزته نالان. فبينهار سيدات وبيترجعها علشان تساعده، فبتقوله ان هي هتساعده علشان خاطر نالان وبس. وبنروح لنالان اللي بتكون قاعدة مع مظفر وبتقوله ان ميليسا كانت على علاقة بسيدات قبل ما تعرفه. وبتعيط نالان وبتقوله ان هي مش قادرة تعيش في العالم ده لانه عالم مليان كذب وخداع، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها مظفر بيروح يقابل ميليسا وبيلومها لان هي خبت عنه علاقتها بسيدات، وعلشان كده بيقول لها ان هي لازم تسيب اسطنبول وتمشي، وبيطلب منها ان هي تاخد امها وتسافر على مدينة تانية وهناك تبدأ حياة جديدة بعيد عن كل ماضيها. فبتتضايق ميليسا ولكنها بتكون مضطرة ان هي توافق على كلام مظفر. وبعدها فريدة بتروح لنالان وبتسأل نالان فريدة لو كانت تعرف اللي سيدات عمله مع ميليسا. فبتقول لها فريدة ان هي كانت عارفة ولكن هي ما تكلمتش لان سيدات عمل كده قبل ما يتجوزها. وبتطلب فريدة من نالان ان هي تركز في مستقبلها وتنسى الموضوع ده. وتاني يوم بيكون في حفلة عاملها الشركة وبتكون عيلة رأفت كلها متجمعة في الحفلة. وساعتها فريدة بتشوف جانا وهي جاية على الحفلة، فبتاخدها بعيد عن الناس وبتهددها ان هي هتدمرها لو ما بعدتش عن سيدات. وفي الوقت ده قلب جوز جانا بيشوف تسجيلات كاميرات المراقبة علشان يعرف ايه اللي حصل في الوقت اللي هو كان غايب فيه عن البيت، لكنه بيتصدم لما بيلاقي الكاميرات كلها مقفولة. فبيروح لجاره وبيقول له ان الكاميرات عطلانة وبيطلب منه يشوف تسجيلات الكاميرات اللي عنده. وبنرجع تاني للحفلة وبيكون سيدات واقف مع نالان وبيحلف لها ان هو بيحبها وبيطلب منها تديله فرصة تانية علشان تثبت حبها. فبتتأثر نالان بكلامه وبتحضنه، وبيظهر ان جانا بتكون واقفة وشايفة اللي بيحصل. وتاني يوم بتصحى جانا من النوم وبتتفاجئ ان اولادها مش موجودين في البيت، فبتتصل بقلب وبتسأله عن اولادها. فبيقول لها ان هي مش هتشوفهم تاني للابد، وبيعرفها ان هو شاف سيدات وهو بيدخل بيته لما كان مسافر، وبينصحها ان هي ترجع للسيدات وتنسى اولادها. فبتنهار جانا وبتروح لرأفت وبتحكي له ان قلب خطف اولادها وبيخطط ان هو يسفرهم برا تركيا. فبيقول لها رأفت ان هو مش ابوها علشان تيجي تشتكي له، وبيطردها برا البيت. وبعدها جانا بتتصل بسيدات وبتحكي له على اللي عمله قلب. فبيروح لها وبيوعدها ان هو هيرجع لها اولادها في اسرع وقت. وبنروح لنالان اللي بتكون في الحمام وبتكون تعبانه وبترجع، فبتشك نالان ان هي حامل. اما جاويد فبيكون مع المساعد بتاعه واللي بيقدم له معلومات مهمه عن حادثه موت العامل اللي في شركه رأفت، وبيقول ان سيدات هو اللي هيتحاسب وهيدخل السجن، وده لان هو المسؤول عن المشروع كله. فبيتضايق جاويد ساعتها وبيقول ان هو عاوز رأفت هو اللي يدخل السجن. وتاني يوم بيكتشف ليفانت ان خبر موت العامل اتسرع
بيتدرب للصحافة، فبتجري السيلين على سيدات وبتوري له الخبر، ولما بيسمع رأفت صوتهم بيروح لهم وبيقرأ الخبر بنفسه وبيلومهم علشان خبوا عنه الخبر ده لحد ما وصل للصحافة. وفي اللحظة دي بتوصل فريدة ونالان وبيسمعوا رأفت وهو بيزعق لسيدات وبيقول له ان هو فاشل ومش نافع في حاجة، وبيفهمه ان هو هيسفره برا اسطنبول لحد ما يحل المشكلة دي. وبعدها بيتصل رأفت بصديقه درويش وبيقول له ان هو هيبعت له سيدات ابنه، وده علشان يقعد عنده شوية لحد ما الامور تهدى. وبعدها السليم بتعمل مؤتمر صحفي وبتحكي للصحفيين ازاي العامل مات في موقع الشغل، وبتقول لهم ان هما تواصلوا مع اهل العامل اللي مات وعرضوا عليهم المساعدة والدعم، وبتأكد لهم على ان الشركة ملتزمة بالتحقيق في القضية ومعاقبة المسؤول عن الحادثة مهما كان هو مين. وبعدها السيدات بيوصل للمكان اللي هو هيستخبى فيه، وبيظهر درويش صاحب ابوه قدامه وبيرحب بيه وبيقول له ان هو هيقعد معاه لحد ما مشكلته تتحل. وبالليل بيتصدم سيدات لما بيعرف من درويش ان ابوه هيسلمه للشرطة، وده لان هو ملقاش اي مخرج علشان يطلعه من القضية. فبيتصل بعدها سيدات بنالان وبيقول لها ان هو لازم يهرب برا البلد باي طريقة، وبيعرفها ان هو مش بيتخلى عنها وبيفهمها ان الموضوع خطير وهو مش هيعرف ياخدها معاه. فبتحاول نالان ان هي تهديه، لكن سيدات بيقول لها ان هو خلاص خد قراره وبينهي المكالمة. وتاني يوم سيدات بيصحى من نومه وبيكتشف ان خيري ودرويش مش موجودين، فبيستغل الموقف وبيقرر يهرب، لكن نالان بتيجي وبتوقفه وبتقول له ان هي حامل. فبيفرح سيدات وما بيكونش مصدق ان هو هيبقى اب، وبيسأل نالان عن رد فعل رأفت لما عرف، فبتقول له ان محدش في العيلة لسه عارف، وبتطلب منه ان هو يرجع معها على البيت، وبتفهمه ان هو ما يقولش لحد موضوع الحمل لحد ما القضية تخلص. فبيوافق سيدات على طلبها وبيرجع معها البيت. ووقتها بيوصل درويش وبيتعرف على نالان وبيعزمها على الفطار. وبعدها نالان بتتصل بفريدة وبتطمنها عليها وبتقولها ان هي عند سيدات لان هو كان عاوز يهرب. فبتطلب منها فريدة ان هي ترجع على البيت فورا، واول ما بتوصل نالان للبيت بتلاقي فريدة مستنياها وبتلومها علشان خرجت من غير ما تعرفها. فبتقولها ان هي كان لازم تروح لسيدات علشان تقنعه ما يهربش برا البلد، وبتعرفها ان هي قالت له ان هي حامل، وبتقولها ان هو جاي وراها على البيت. وبعدها فريدة بتاخد نالان وبيروحوا العيادة، وساعتها الدكتورة بتطمنهم على الجنين وبتدي نالان اول صورة سونار لطفلها. فبتفرح نالان بيه جدا، ولكن فريدة بتاخدها منها وبتقولها ان الصورة دي هتفضل معاها. وبالليل بيرجع سيدات على القصر وبيكون على وشك ان هو يقول لهم على موضوع حمل نالان، ولكن نالان بتمسك ايديه وبتطلب منه يسكت. فبيسألهم سيدات هو هيقول ايه للنائب العام، فبيقول له مظفر ان هو لازم يقول الحقيقة والنائب العام هو اللي هيحدد اذا كان مذنب ولا لا. وتاني يوم بيروح سيدات للنيابة علشان النائب العام ياخد اقواله. وبعدها بيخرج سيدات بكفالة وبيروح مع عيلته للبيت، وفي اللحظة دي بيظهر جويد وبيمثل ان هو فرحان وبيبارك لرأفت وبيقول له ان هو سعيد بخبر خروج سيدات بكفالة، وبيقول له كمان ان هو مش عدو وعلشان كده كان لازم يجي بنفسه ويبارك له. وبالليل بيرجع سيدات على البيت وبيتصل بجانا وبيقول لها ان هي وحشته ونفسه يشوفها، لكنه لازم يتعشى مع عيلته الاول وبعدين هيروح لها. وما بيكونش السيدات عارف ان خيري واقف قريب منه وبيسمعه. وبعدها السيدات بيقول للكل ان نالان حامل، فبيفرحوا كلهم وبيباركوا لنالان. وفي اللحظه دي بيتصل قلب بعادل وبيقول له ان هو عارف ان هو بيساعد جانا علشان يرجع لها اولادها، وبيفهمه ان هو ما اخدش اولاده منها غير لما اتاكد ان هي على علاقه بسيدات، وبيطلب منه يبطل يساعدها، وده لانه هيقدم للمحكمه كل الاثباتات على خيانتها ليه. وبيفهمه ان هو هيتصل بفريده علشان تتدخل وتمنعه من ان هو يساعد جانا، وبيعرفه ان فريده تعرف كل حاجه عن علاقه سيدات بجانا. وبعد ما بينهي عادل المكالمه بيروح يقف قدام سيدات وبيبص له بنظرات كلها غضب وبيكون على وشك ان هو يتخانق معاه، لكن فريده بتلحقه وبتاخده بعيد عن سيدات. وساعتها بيلومها عادل لان هي خبت عليه علاقه سيدات بجانا، وبيسالها عن السبب اللي خلى قلب يتصل بيها هي بالذات لما عرف بخيانه مراته، ولكن فريده بتقول له ان قلب اتصل بيه هو كمان، وبتتهمه ان هو على علاقه بجانا، لكن عادل بيطلب منها تحكي له كل اللي حصل. فبتقول له ان قلب عرف بخيانه مراته بعد جواز نالان بفتره بسيطه، وان وقتها سيدات كان قطع علاقته بجانا، وبتفهمه ان هي كانت علاقه قديمه وانتهت. فبيزعق لها عادل لان هي بتخبي عليه، وبيقول لها ان ده خلاه يساعد جانا ويرجع لها اولادها، وكانه بيكافئها على خيانتها لنالان. فبتطلب منه فريده ان هو ما يرجعش اولاد جانا، وبتفهمه ان هو ما يتكلمش في الموضوع ده، وبتفكره ان نالان حامل وان مش من مصلحتها ان هو يقول لها. وبعدها بتبقى
بتبعت فريدة رسالة لجانا وبتقول لها ان اولادها هيرجعوا لها تاني يوم، وبتطلب منها ان هي تجيلها البيت علشان تاخدهم. وتاني يوم بتكون فريدة محضرة الفطار لجانا وبتكون عاملة لها اكل بيكون فيه مخدر، وبتوصل جانا وبتكون مبسوطة جدا لان اولادها هيرجعوا لها تاني، وبتحضن فريدة وبعدها بتقعد علشان تاكل، ولكن بتحس ان هي دايخة وبتفقد الوعي. وبعد شوية وقت بتفوق جانا وبتلاقي نفسها محبوسة جوا اوضة غريبة وما بتكونش فاهمة فريدة حبسها ليه. فبتقول لها فريدة ان هي عرفت ان هي لسه بتكلم سيدات، وبتفهمها ان هي هتفضل محبوسة في الاوضة دي لحد ما تكفر عن ذنبها، وبتقول لها كمان ان هم عرفوا مكان اولادها ولكن هي الوحيدة اللي هتقدر تسمح لها ان هي تشوفهم. وبعدها بيوصل عادل وبيقول لفريدة ان هو اتكلم مع المحامي وان هو خلاص ما بقاش ليه علاقة بجانا، وبيقول لها كمان ان الولاد هيفضلوا مع ابوهم. اما نالام فبتكون في الحمام وبتلاقي تليفون سيدات وبتشوف رسالة جانا وبتعرف ان هم بيتقابلوا، لكن سيدات بيظهر فجأة وبياخد منها التليفون وما بيكونش عارف ان هي شافت رسالة جانا. وبعدها بتروح نالان لبلور صاحبتها وبتحكي لها عن رسالة جانا لسيدات، وبتقول لها ان هي قالت له ان هي عايزة تحتفل معاه برجوع اولادها، وبتكون نالان متضايقة لان سيدات ما فكرش ان هو يحتفل معاها بمناسبة حملها. لكن نالان بتتفاجئ ان بلور بتلومها وبتقول لها ان هي اللي حاطة حواجز بينها وبين سيدات، وبتنصحها بلور ان هي تاخد ميعاد مع الدكتورة وتاخد سيدات معاها. وبالليل بتتصل نالان بسيدات وبتعرفه ان هي عندها متابعة تاني يوم مع الدكتورة، وبتسأله لو كان عاوز يجي معاها ويشوف الطفل، فبيوعدها سيدات ان هو هيروح معاها. وفي نفس الوقت ده فريدة بتروح لجانا وبتقول لها ان هي تقدر ترجع بيتها، فبتسألها جانا عن اولادها ولو كانت هترجعهم لها، ففريدة بتقول لها ان ده هيعتمد على تصرفاتها، وبتفهمها ان هي لو رجعت تتكلم مع سيدات تاني مش هتشوف عيالها. ولما بيرجع سيدات على البيت بتمثل نالان ان هي نايمة وبتاخد تليفونه من غير ما ياخد باله، بتلاقي رسالة تانية من جانا وبتعتذر له فيها ان هي ما عرفتش تقابله وبتديله معاد تاني علشان تقابله فيه. وتاني يوم بيجهز سيدات نفسه وبينزل علشان يقابل جانا، وبيكذب على نالان وبيقول لها ان هو رايح النادي، ولكن نالان بتقرر ان هي تروح وراه وتراقبه. ولما سيدات بيقابل جانا بتحكي له عن كل اللي فريدة عملته فيها وبتقول له ان هي مجنونة ومش طبيعية، وبتطلب منه ان هم يبطلوا يتقابلوا فترة علشان فريدة هتراقبها، وبتحذره من نالان وبتقول له ان اكيد نالان مش طبيعية زي فريدة. وفجأة بتدخل عليهم نالان وبتطلب من سيدات ان هو يرجع البيت ويسيبها مع جانا، فبيتوتر سيدات وبينفذ كلام نالان وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها نالان بتسأل جانا عن السبب اللي بيخليها تقابل جوزها على الرغم من كل اللي حصل لها، فبتقول لها جانا ان سيدات كان جاي يواسيها لان قلب خطف اولادها، وبتأكد لها ان هي وسيدات اصحابه بس، ولكن نالان ما بتصدقهاش وبتطلب منها ان هي تقطع علاقتها بسيدات، وبتهددها ان هي مش هتعدي الموضوع لو شافتها معاه تاني، فبتخاف جانا وبتوعدها ان هي هتبعد عنه. ولما بيرجع سيدات على البيت فريدة بتسأله عن نالان، فبيكذب عليها وبيقول لها ان هو ما يعرفش مكانها، فبتتصل فريدة بنالان وبتزعق لها علشان خرجت من البيت، وبتفكرها ان هي طلبت منها ان هي تقلل من الخروج وده علشان تحافظ على الطفل اللي في بطنها. وبعدها فريدة بتسأل سيدات لو كانت نالان زعلانة منه، فبينكر سيدات وبيقول لها ان هو ما عملش حاجة علشان نالان تزعل، فبتحكي له فريدة على اللي هي عملته مع جانا، وبتهدده ان هي هتعمل فيه زي ما عملت فيها لو اكتشفت ان هو زعل نالان. وبنرجع لجانا واللي بتكون رجعت على بيتها، لكنها بتنصدم لما بتلاقي قلب مجمع لها هدومها وحاططهم في اكياس الزبالة، وكمان مغير مفاتيح البيت علشان جانا ما تقدرش تدخل، فبتتصل جانا بابوها وبتطلب منه يساعدها، وبيظهر ان جانا علاقتها بابوها متوترة، لكن جانا بتعرفه ان هو مجبر يساعدها. وبعدها بتبعت رسالة لسيدات وبتعرفه ان قلب طردها من البيت، وبتقوله ان هي هتروح تقعد في البيت اللي ابوها اشتراه لها. اما نالان فبتكون راجعة على البيت وبيكون واضح عليها ان هي متضايقة، فبيستغرب خيري وبيسألها عن سبب حزنها، وبيطلع خيري دبوس بخرزة زرقاء وبيدهولها هدية، وبيتمنى ان الهدية دي تبسطها وتبعد عنها العين، فبتقبل نالان الهدية وبتفرح بيها. واول ما بتدخل البيت بتطلع بسرعة عند سيدات، واول ما بيشوفها بيتوتر وبيقول لها ان هو رجع البيت واستناها زي ما طلبت منه، وبيحلف لها ان جانا صاحبته بس وان هو كان بيواسيها علشان اولادها، ده غير ان هو بيعتذر لها لان هو نسي ميعاد الدكتورة. لكن نالان بتزعقله وبتقول له ان هي مش غبية علشان تصدق كلامه ده، وبتحذره من ان هو يشوف جانا تاني، وبتعرفه ان دي اخر فرصة ليه والا هتفضحه قدام العيلة. وتاني يوم قلبي بيتكلم مع المحامي بتاعه وبيعرف منه ان جانا كلمت ابوها علشان يساعدها في موضوع اولادها،
فبيتضايق قلبي لان ابو جانا شخص مش سهل وممكن يخسروا قضيته قدام جانا ويرجع لها اولادها. وبعدها بتتصل فريدة بنالان وبتسألها هي فين، فبتقول لها ان قلب جوز جانا اتصل بيها وهي رايحة تقابله. فبتتوتر فريدة وبتطلب منها ان هي ترجع البيت، لكن نالان بترفض وبتصمم ان هي تقابل قلب. ولما بتروح نالان لقلب بيقول لها ان السيدات لسه على علاقة بجانا، لكن نالان ما بتصدقش كلامه وبتطلب منه يبعد عنها وعن جوزها، وبتقوله ان هو زي مراته بيحاول يخرب حياة اللي حواليه وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده فريدة بتكون عايزة توصل لنالان بأي طريقة، فبتتصل بخيري وبتعرف منه ان هو مع نالان في الشركة. وفي اللحظة دي نالان بتكون في مكتب سيدات وبتضربه وبتقوله ان هي كانت مع قلب جوز جانا، وبتقوله ان هي عرفت منه ان هو لسه على علاقة بجانا. فبيحاول سيدات ان هو يكذب عليها وبيقولها ان علاقته بجانا انتهت من ايام. وفي اللحظة دي نالان بتتكلم مع سيدات بلهجة كلها تهديد وبتأمره ينهي العلاقة اللي بينه وبين جانا فورا، وإلا هتخليه يعيش طول حياته يندم ان هو ما سمعش كلامها. ولما بتخرج نالان من عند السيدات بتتفاجئ ان فريدة مستنياها وبتسألها عن اللي حصل بينها وبين قلب. فبتقولها نالان ان هو كلمها عن علاقة مراته جانا بسيدات. فبتقولها فريدة ان قلب جالهم البيت قبل كده، ووقتها هو قال لها نفس الكلام ده بس هي ما صدقتش ولا كلمة من كلامه. وبعدها بتروح فريدة لقلب وبتسأله هو ليه اتصل بنالان، فبيقولها ان هو كان عاوز يقول لها الحقيقة وده علشان تفتح عينيها على جوزها وتخلي بالها منه. ولكن فريدة بتفهمه ان هم رموا الماضي ورا ظهرهم ونسيوه. فبيقولها قلب ان علاقة سيدات وجانا مش ماضي، وبيوريها فيديو لسيدات وهو بيدخل بيته اثناء غيابه، وبيقولها ان الفيديو ده من كام يوم بس. فبتتصدم فريدة وبتخرج من عند قلب وهي متعصبة. وعلى العشاء نالان بتوجه كلامها لكل عيلة رأفت وبتقول لهم ان هم كانوا على علم بعلاقة سيدات بجانا، وعلى الرغم من كده محدش فيهم فكر ان هو يقول لها، وبتحذرهم من ان هم يخبوا عنها اي حاجة تانية، وبتعرفهم ان هي طول الوقت كانت كويسة معاهم وما تستاهلش اللي هم عملوا معاها. وبعد العشاء بيقرر سيدات وليفانت ان هم يروحوا القلب في بيته. واول ما سيدات بيشوف قلب بيضربه وبيحاول ليفانت ان هو يهدي سيدات ويبعده عن قلب، لكن قلب بيشتمهم وبيتعصب ليفانت وبيضربه هو كمان. وساعتها سيدات بيحذر قلب ان هو يقرب من نالان تاني. وفي اليوم اللي بعده سيدات بياخد نالان وبيروحوا يتمشوا في الغابة، وبيكون خيري ماشي وراهم وبيكون سيدات مبسوط جدا. وفجأة بيطلع عليهم رجالة قلب وبيضربوا سيدات، فبيتحرك خيري بسرعة وبيدافع عن سيدات وبيقرر ان هو يبعدهم عنه. لكن نالان بتكون خايفة جدا وما بتقدرش تستحمل اللي بيحصل وبتحس بألم شديد في بطنها، فبياخدها خيري وسيدات بسرعة للمستشفى، وهناك بيسيبها سيدات مع خيري وبيروح يدور على الدكتور. وفجأة بتحس نالان ان هي فقدت الطفل، وفعلا بتلاقي دم على ايديها، وده بيحصل في نفس اللحظة اللي بيكون سيدات راجع فيها ومع الدكتور. واول ما بتدخل نالان عند الدكتور بيتفاجئ سيدات بفريدة بتتصل بيه، لكنه بيخاف ان هو يرد عليها وبيطلب من خير ان هو اللي يرد. وبعدها بيتصل بجلسي وبيحكي لها على اللي حصل. وبعد شوية وقت بتوصل فريدة وعادل للمستشفى، وبتكون فريدة منهارة وبتفتكر اليوم اللي بنتها سيما دخلت فيه المستشفى علشان تولد وماتت، وبتسأل فريدة عادل لو كانوا هيطلعوا من المستشفى المرة دي من غير نالان برضو. فبيهديها عادل وبيحاول يطمنها، ولكن هو بيكون خايف برضو ومتوتر. وبعدها بيوصل رأفت وعيلته للمستشفى، وساعتها بيشوفوا فريدة وهي بتتخانق مع سيدات وبتتهمه ان هو السبب في اللي حصل لنالان. لكن رأفت وعادل بيهدوها، وبيكون رأفت عاوز يفهم ايه اللي حصل، فبيقول له خير ان في رجالة طلعوا عليهم في الغابة وضربوهم، وان نالان ما استحملتش اللي هي شافته وتعبت ونقلوها المستشفى، وما بيكونش خير يعرف مين الناس اللي طلعوا عليهم دول. لكن ليفانت بيقرب من سيدات وبيسأله لو كان قلب هو اللي ورا الموضوع ده، فبيأكد له سيدات ان قلب هو اللي عمل كده. وساعتها بتلاحظ سيلين اللي بيحصل، فبتاخد ليفانت بعيد عن كل اللي موجودين وبتطلب منه يقول لها الحقيقة. فبيعترف لها ليفانت ان هو وسيدات راحوا ضربوا قلب اليوم اللي فات، وعلشان كده قلب بعت رجالته ورا سيدات علشان ينتقم منه. وبيكون رأفت بيتصنت عليهم وبيسمع كل اللي هم بيقولوه. وفي نفس اللحظة دي بتخرج الدكتورة وبتبلغهم ان نالان كويسة، لكنهم ما قدروش ينقذوا الطفل، فبيتصدموا كلهم وبيدخلوا لنالان علشان يطمنوا عليها. وبعد ما كلهم بيخرجوا بتلوم فريدة نالان وبتفكرها ان هي طلبت منها اكتر من مرة تحافظ على الطفل اللي في بطنها، لكن نالان بتقول لها ان هي زعلانة علشان فقدت طفلها، وفي نفس الوقت هي حاسة براحة نفسية لان طفلها مش هيتربى على ايد سيدات. وفي نفس الوقت ده بيكون رأفت مع سيدات وبيسأله عن اللي حصل بينه وبين قلب، وبيكون عاوز يعرف السبب
السبب اللي خلى قلب يبعت رجالة وراها الغابة، فبيقول له سيدات ان هو راح لقلب وضربه، وده لان قلب كان عايز يبوظ علاقته بنالان. وبيقول سيدات ان قلب قال لنالان ان هو على علاقة بجانا، وبيفهمه سيدات ان ده كلام مش مظبوط، وده لان هو قطع علاقته بجانا من زمان. فبيتعصب رأفت من كلامه وبيقول ان هو اللي قتل ابنه بايده، وبيتهمه ان هو كان طول عمره ابن فاشل، ودلوقتي فشل في ان هو يبقى زوج ورب اسرة. وبعدها بيروح رأفت يقابل قلب وبيكون ندمان على اللي هو عمله، وبيعتذر لرأفت على خسارته لحفيده، ولكن رأفت بيزعق له لان هو عمل ده كله علشان مجرد موضوع قديم وانتهى. فبيتضايق قلب وبيوري له فيديو لسيداته وهو بينط من فوق بلكونة اوضة نومه، وبيقول له ان اللي بين سيداته وجانا مش موضوع قديم. وبالليل رأفت بيزعق لسيداته وبيقول له ان قلب شافه وهو بينط من بلكونة اوضة نومه، وبيسأله هو ازاي قدر يروح يضربه وهو اللي غلطان، وبيفهمه ان كل اللي حصل لنالان بسببه هو، وان هو لازم يتعاقب على كل اللي هو عمله. وقتها فريدة بتكون واقفة قدام الباب وبتسمع اللي بيقوله رأفت، وبتعرف ان سيدات هو اللي اذى نالان. ولما بيخلص رأفت كلامه بيفتح سيدات الباب وبيتفاجئ بفريدة قدامه، فبتتجاهله فريدة وبتروح تقعد مع رأفت، وبتسأله هو ناوي يعاقب سيدات ازاي، وبتقوله ان هي من الاول عارفة ان سيدات مستهتر، وان هو مش هيقدر يحافظ على نالان ويكون مسؤول عنها. وبتكمل كلامها وبتقول ان هي غلطت لما وافقت على الجوازة دي من الاول، وبتطلب فريدة من رأفت ان هو يعاقب ابنه بطريقته ويسيب لها هي جانا علشان هتتصرف معاها. وفي الوقت ده سيدات بيكلم جانا وبيزعق لها لان هي بتتصل بيه، وبيقول لها ان هم السبب في اللي حصل لنالان، وبيحكي لها ان رجالة قلب ضربوه. فبتقول له جانا ان هو اكيد عمل حاجة لقلب علشان كده هو بعت رجالته وراه، وبتسأله عمل ايه، لكن سيدات بيفهمها ان هو مش حابب يتكلم في الموضوع، وبيعرفها ان هو كرهها وكره نفسه بسبب اللي حصل، وبيطلب منها ما تتكلمش معاه تاني. وبعد ما بينهي المكالمة معاها بيعمل لها حظر، وبنروح لنالان واللي بتكون واقفة في الشباك، وبتشوف خيري وهو واقف تحت البيت. وبعدها بيتقابلوا في المطبخ بالصدفة، وبتكون نالان نازلة تعمل لنفسها حاجة تشربها، وبتقرر تعمل شاي لخيري، فبيحاول خيري يصبرها على اللي حصل، وبيقول لها ان هي ممكن تحمل تاني وتبقى ام. فوقتها نالان بتقول له ان هي بتحس بالامان معاه، وبتطلب منه ياخدها تاني يوم علشان يتمشوا سوا. وفي نفس اللحظة بتوصل فريدة وبيظهر ان هي متضايقة من نالان بسبب ان هي واقفة مع خيري. وبعد ما بيمشي خيري بتتكلم معها فريدة وبتقول لها ان خيري مجرد واحد شغال عندهم وان هي ما ينفعش تتكلم معاه. ولكن تاني يوم بتطلع نالان تتمشى مع خيري على البحر، وبتسأله لو هو فقد حد قبل كده في حياته، فبيقول لها خيري ان هو فقد امه اللي كان متعلق بيها وفضل بعدها فترة طويلة زعلان عليها. وبعد الفطار بيطلب رأفت من سيدات ان هو يروح الفندق، وبيعرفه ان جبار المساعد بتاعه هيقابله وهيعرفه هو هيعمل ايه. ولما بيروح سيدات لجبار بيلاقيه بيعامله بطريقة سيئة جدا، وبياخده على مطبخ الفندق وبيخليه يغسل الاطباق، وما بيكونش سيدات مصدق ان هو ده عقاب ابوه ليه. وفي نفس الوقت بتكون فريدة في الفندق عند جانا، وبتستغل ان جانا في الساونا وبتعلي درجة الحرارة عليها، وبعدها بتقفل عليها الباب من بره. وبتحس جانا ساعتها ان هي مخنوقة ومش قادرة تتنفس، وبتتفاجئ بفريدة قدامها وبتترجاها علشان تفتح لها، لكن فريدة بتسيبها وبتمشي. اما سيدات فبيكون خلص غسيل الاطباق، ولما بيجي وقت الغداء بيكون عاوز يطلع يتغدى في المطعم، لكن رئيسه في الشغل بيقول له ان جبار وصلنا هو ما يطلعش بره، وبيفهمه ان هو هياكل مع باقي العمال. وبيظهر وقتها جبار وبيقول لسيدات ان هو بعد ما هيخلص اكل هيروح ينظف الحمام، وساعتها سيدات ما بيكونش مصدق ان العقاب هيوصل للدرجه دي، ولكن جبار بيقول له ان رأفت هو اللي موصي ان هو ينظف الحمامات كلها. وفي الوقت ده بيكون عمال الفندق لقوا جانا في الساونا وقدروا يطلعوها قبل ما تتخنق وتموت. وبتحاول بعدها جانا ان هي تتصل بسيدات علشان تحكي له على كل اللي حصل، لكنه ما بيردش عليها. وبعدها جانا بتتصل بابوها وبتطلب تقابله، ولما بترجع على البيت بتتصل بفريدة وبتقول لها ان هي هتخليها تدفع تمن كل اللي هي عملته معاها، لكن فريدة ما بتهتمش بكلام جانا، وبتقول لها ان هي خسرت حفيدها بسببها هي وسيدات، وبتعرفها ان هي اللي خلت عمال الفندق يروحوا ينقذوها قبل ما تموت، ولكن المرة الجاية هي هتخلص عليها بايديها. وبعدها ابو جانا بيزورها في البيت، وبتديله جانا اسم فريدة وبتطلب منه يجيب لها كل المعلومات عنها. فبيسألها ابوها عن السبب اللي هيخليها تعمل كده، ولكنها بترفض تجاوبه، وبتقوله ان ده موضوع شخصي. وبالليل سيدات بيرجع من شغله وبيكون مرهق جدا، ولكنه بيلاقي دوندو بتقوله ان ابوه مستنيه في المكتب، فبيروح له سيدات وبيقول
بيحكي له على اللي حصل معاه في الشغل، وبيكون سداد فاكر ان هو مش هيغسل اطباق ولا هيمسح حمامات تاني، لكن رأفت بيصدمه وبيعرفه ان هو هيكمل في الشغل ده لحد ما يبقى راجل ويقدر يشيل المسؤولية. ده غير ان رأفت بياخد من سداد محفظته ومفتاح عربيته وبيديله مبلغ صغير كمصروف ليه، وبينبه عليه ان هو ما يتأخرش عن ميعاده في الشغل وإلا هيتخصم من مرتبه زيه زي اي عامل. وبيقول رأفت لسداد ان هو هيقول للعيلة ان هو كلفه بشغل جديد وده علشان يحافظ على شكله قدامهم. وبعدها بيطلع سداد على اوضته وبتسأله نالان هو كان فين طول اليوم، وبتقوله ان هي اتصلت بيه اكتر من مرة لكنه ما ردش. فبيقولها سداد ان التليفون ما كانش معاه، لكن نالان ما بتصدقش كلامه، ولما بتقرب منه وبتشم ريحته وبتكون ريحته وحشة جدا بسبب وجوده طول اليوم في المطبخ. فبيضطر سداد ان هو يقول لها الحقيقة وبيعرفها ان ابوه بيعاقبه وان هو كان بيغسل الاطباق وبيمسح حمامات الفندق وعلشان كده ريحته بقت وحشة، وان هو ده السبب اللي خلاه ما يردش عليها لان تليفونه ما كانش معاه اثناء الشغل. فبتسخر منه نالان وبتكون فاكرة ان هو بيكذب عليها كذبة جديدة. فبيحلف لها سداد ان هو مش بيكذب عليها. فبتسأله نالان عن السبب اللي هيخلي ابوه يعاقبه عقاب زي ده. فبيتوتر سداد وبيرفض يقول لها ان ابوه بيعاقبه بسببها هي علشان فقدت حملها، وبيقول لها ان ابوه بيعمل معاه كده علشان يخليه راجل ويتحمل المسؤولية. وبيطلب سداد من نالان ان الموضوع ده يكون سر بينهم. فبتوافق نالان وبتقوله ان هما لازم ينزلوا يتعشوا مع العيلة. فبيقول لها سداد ان هو هيستحمى وهيحصلها، لكنها بتعرفه ان العيلة اتجمعت على السفرة ومفيش وقت، وعلى العشاء كلهم بيكونوا شامين ريحة وحشة. فبتقول فريدة ان الريحة دي شبه ريحة فوط المطبخ المبلولة. فبيتوتر سداد وبيكون مكسوف جدا. وقتها سليم بتسأل رأفت عن شغل سداد الجديد، فبيقول لهم رأفت ان هو بيشتغل في مجال التنظيف. ولما بتسأله سليم عن تفاصيل المشروع بيتعصب عليها رأفت، وبيقول لها ان هو وظف سداد كعامل نظافة في الفندق، لكنهم بيفتكروا ان رأفت بيهزر معاهم وما بيصدقوش كلامه. وساعتها نالان بتصدق ان سيدات ما بيكذبش عليها. وبعد العشاء فريدة بتتكلم مع رأفت وبتشتكي له من خيري، وبتقول له ان هو بيتخطى حدوده مع نالان، وبتقول له كمان ان هي شافته وهو بيقرب منها وبيحاول يتكلم معاها، وبتعرفه ان نالان بنت خام وملهاش اي تجارب في الحياة، وبالتالي ممكن خيري يخدعها ويضحك عليها بسهولة. وعلشان كده بتطلب فريدة من رأفت ان هو يوقف خيري عند حده. فبيحاول رأفت ان هو يفهمها ان خيري انسان طيب وبيتصرف بطبيعته. فبتقطعه فريدة وبتقوله ان هي مش بتتكلم معاه علشان يشرح لها شخصية خيري، وبتقوله ان هو لازم يبعد خيري عن نالان وبتسيبه وبتمشي. وفي الوقت ده سليم بتروح تطمن على مظفر، واللي بيكون رجع يقعد في اوضته وما بيخرجش منها زي الاول. وبيظهر ان مظفر متأثر جدا بغياب ميليسا عنه وبالموقف اللي هي عملته معاه. فبتحاول سليم ان هي توسيه وتخفف عنه، ولكن مظفر بيقول لها ان هو كويس وبخير لكنه محتاج يبقى لوحده. وبعدها عادل بيتصل بفريدة وبيطلب منها ان هي تروح له البيت، وده لان هو عاوزها في موضوع مهم جدا. فبتروح له فريدة وبتتصدم لما بيقول لها ان هو عاوز يصارح نالان بالحقيقة. فبتستغرب فريدة وبتسأله عن السبب. فبيقول لها عادل ان نالان اتكلمت معاه وان هو حس من خلال كلامها ان هي تعبانة في حياتها، وبيلوم عادل فريدة وبيعرفها ان هي السبب في ان نالان ما تكونش مبسوطة، وده لان هي حرمتها وهي طفلة من كل حاجة هي بتحبها. فبتفكره فريدة بان نالان ممكن يجرى لها حاجة لو عرفت الحقيقة، خصوصا لما تعرف ان امها تعرضت لاعتداء جنسي وحملت فيها، ومعنى الكلام ده ان هي بنت حرام. ده غير ان الشخص اللي اعتدى على امها يبقى متين اخو فريدة، وده معناه ان فريدة وعادل ما قدروش يحموا بنتهم. ولما سيما ولدت نالان ماتت بعد الولادة لانها ما قدرتش تستحمل الموقف، وكانت خايفة من مواجهة المجتمع بطفلتها اللي خلفتها من الحرام، وبالتالي الموضوع هيزيد صعوبة لما نالان تعرف. وبتقول فريدة لعادل ان هو لو عنده استعداد يقول الحقيقة لنالان ويتحمل النتيجة فهي ما عندهاش مانع. وبعدها بتسيبه وبتطلع على اوضتها، وساعتها بيبان التوتر على عادل وبيكون محتار ومش عارف يعمل ايه. وتاني يوم فريدة بتشوف عادل وهو بيلبس علشان يخرج من البيت، فبتوقفه وبتسأله لو كان لسه مصمم ان هو يقول الحقيقة لنالان. فبيقول لها ان هو زمان كان خايف ان نالان لما تعرف الحقيقة تسيبهم وتهرب، انما هي دلوقتي بعيدة عنهم وعايشة في بيت تاني، وان هو مستعد يعيش من غيرها لو هي زعلت
زعلت منه وبعدت عنه، ولكن المهم ان هي تعرف الحقيقة. فبتصدمه فريدة وبتفكره ان هو السبب في موت بنتهم سيما، وده لما صمم ان اخوها متين يعيش معهم في البيت على الرغم من ان هي ما كانتش موافقة على وجوده. فبيتصدم عادل من كلامها وبيحس بألم في قلبه، وده لانه ما تخيلش ان فريدة هتحمله ذنب موت بنتهم، ولكنه بيصمم على رأيه وبيقرر يروح لنالان ويحكي لها على كل حاجة. وبعد ما عادل بيمشي بتتصل فريدة بخيري وبيكون مع نالان في العربية، وبتطلب فريدة من خيري ان هو يتكلم معاها، ولكن من غير ما يخلي نالان تعرف ان هي اللي بتكلمه. وما بتكونش فريدة عارفة ان خيري فتح السماعة الخارجية وان نالان بتسمع المكالمة اصلا. وساعتها بتطلب فريدة من خيري ان هو يجيب لها نالان على البيت بسرعة. وقبل ما خيري يرد على فريدة بيبص لنالان، فبتبص له نالان علشان يوافق، فبيوافق خيري وبيرد على فريدة وبيعرفها ان هو هينفذ كلامها. وبعد ما خيري بينهي المكالمة نالان بتطلب منه ان هو يروح على المكان اللي هتقابل فيه عادل. ولما بيوصلوا هناك عادل بيقول لنالان ان هو هيعترف لها بسر هو وفريدة مخبيينه عنها، لكن عادل بيكون تعبان جدا وفجأة بيقع على الارض وبيموت. وفي الوقت ده جانا بتكون مع ابوها وبتعرف منه ان هو لقى مستندات تثبت ان نالان مش بنت عادل وفريدة، وان بنتهم اسمها سيما ونالان تبقى بنت سيما. وبيقول ابو جانا ان عادل وفريدة خبوا المستندات اللي تثبت الكلام ده كويس جدا، ولكن هو قدر يوصل لها بطريقته. وتاني يوم بعد جنازة عادل نالان بتسأل فريدة هي ليه ما كانتش عايزاها تقابل عادل، وطلبت من خيري ان هو يروح بيها على البيت. فبتبص فريدة لخيري وكأن هي بتلومه، فبتقول لها نالان ان هي اللي طلبت من خيري ان هو يشغل مكبر الصوت، وبتطلب منها ان هي تجاوبها على سؤالها. فبتقول لها فريدة ان مش هو ده المكان المناسب علشان يتكلموا فيه. ولما بيرجعوا البيت نالان بتكون متعصبة وبتطلب من فريدة ان هي تقول لها عن الحاجة اللي هي وعادل مخبيينها عنها، لكن فريدة بترفض تجاوبها وبتضربها علشان بتعلي صوتها عليها. فنالان بتقول لها ان ضربها ليها معنى ان هي خايفة تتكلم، وبالتالي هي اكيد مخبية عنها مصيبة. فبتتجاهل فريدة كلامها وبتغير الموضوع، وبتقول لها ان هي بدل ما تسألها تسأل نفسها وتعرف ايه اللي هي عملته في عادل وخلاه يزعل لدرجة ان هو ما قدرش يستحمل ومات من الصدمة. فبتنصدم نالان من كلام فريدة وبتقول لها ان هي ما عملتش حاجة تخلي عادل يزعل، ولكن فريدة ما بتردش عليها وبتسيبها وبتمشي. وبعدها بتنهار نالان وبتحلف لحفيظة ان هي ما عملتش اي حاجة لعادل. وبعدها نالان بتقعد لوحدها في اوضتها، وبيجي سيدات وبيخفف عنها وبيوسيها وبيعرض عليها ان هم يسافروا في رحلة علشان تغير جو واعصابها تهدى، لكن نالان بترفض وبتقوله ان هي كويسة ومفيش داعي للسفر. وفي الوقت ده فريدة بتكون في اوضتها وبيظهر ان هي حزينة جدا على موت عادل، خصوصا وان هي عارفة ان كلامها لعادل هو السبب اللي خلاه يزعل ويموت. وبتعيط فريدة وبتقول لحفيظة ان هي ما كانش قصدها تحمله مسؤولية موت سيما، وان هي كانت عايزة تخوفه ولكن علشان ما يروحش يقابل نالان. وبتقول كمان ان هي اللي اصرت ان اخوها متين يقعد عندهم وان عادل هو اللي ما كانش موافق. وبتفضل فريدة تقول ان هي السبب في موت عادل زي ما هي كانت السبب في موت بنتها. وبتنهار فريدة وبتفضل تضرب في نفسها، فبتحضنها حفيظة وبتهديها. وتاني يوم جانا بتروح لنالان وبتقول لها ان هي جاية علشان تعزيها، فبتزعق لها نالان وبتقول لها ان هي اخر واحدة هي عايزة تشوفها في اليوم ده. وساعتها بيجي سيدات وجلسي على صوت نالان، وبتطلب نالان من سيدات ان هو يخلي جانا ما تقعدش كتير. فبياخد سيدات جانا وبيتكلموا لوحدهم وبيسألها عن سبب زيارتها ليهم مع ان هي عارفة ان ده ممكن يعمل مشكلة. فبتقول له جانا ان هو لازم يرفعها من على الحظر اللي هو عامله على تليفونه علشان تعرفه ايه هو سبب زيارتها. فبيعمل سيدات كده وبيشيلها من قائمة الحظر. وبعدها جانا بتبعت رسالة لسيدات وبتطلب منه ان هم يتقابلوا بالليل، وده علشان تعرفه هي ليه جت البيت. ولما بتنزل فريدة من اوضتها بتروح لها جانا وبتعزيها. وساعتها كل اللي موجودين بيكونوا خايفين من رد فعل فريدة، لكن فريدة ما بتردش على جانا نهائي وبتاخدها وبتتكلم معها بعيد عن اللي موجودين، وبتحذرها للمرة الاخيرة ان هي تبعد عنها وعن نالان. فبتقول لها جانا ان تهديدها ليها ما عادش يخوفها زي الاول، وبتصدمها وبتقول لها ان هي عرفت بموضوع بنتها سيما. وساعتها فريدة بتكون مصدومة لدرجة ان هي ما بتقدرش تقف على رجليها، وبتقعد فريدة على السلم. وبالليل سيدات بيروح يقابل جانا وبيسألها عن سبب زيارتها ليهم في البيت، وبيسألها كمان عن جرائتها وهي بتعزي فريدة ومش خايفة منها. فبتقول له جانا ان الامور اتغيرت وان فريدة دلوقتي هي اللي بتخاف منها. فبيستغرب سيدات وبيطلب منها توضح كلامها، فبتقول له ان هو هيعرف كل حاجة في وقتها. وبعدها بتقرب منه ولكنه
انه بيبعد عنها وبيقولها ان هو جاي علشان يتكلم معها وبس، وبيفكرها ان هي اسرتها انهارت وهو خسر طفله وان ابوه بيشغله عامل نظافه في الفندق، وبيعرفها ان كل المصايب دي بتحصل لهم بسبب اخطائهم، وبعدها بيسيبها وبيمشي قبل ما تاثر عليه وتخليه يغلط معاها. وتاني يوم جانا بترجع بيتها وبتنصدم لما بتلاقي فريده موجوده في البيت، وبتترعب لما بتشوف بنتها نايمه على رجل فريده وبيكون جنبها نفس الاكل اللي فريده حطت لها فيه مخدر قبل كده. فبتفتكر جانا ان فريده خدرت بنتها، لكن فريده بتاكل قدامها من الاكل علشان تطمنها، فبتطلب منها جانا ان هي تبعد عن اولادها. فبتقول لها فريده ان هي لو فكرت تقول اي حاجه لنالان فهي هتقتلها وهتموت نفسها، وبتقول لها ان نالان هتقدر تعيش من غيرها، لكن اولادها هي لسه صغيرين ومش هيقدروا يعيشوا من غير امهم. وبعدها بتسيبها وبتمشي، وفي الوقت ده نالان بتكون مع خيري وبتطلب منه ان هم يتمشوا بالعربيه. وفي الوقت ده بتفتكر نالان ذكرياتها مع عادل وبتعيط، فبيقف خيري بالعربيه وبتنزل منها نالان وبتفضل تعيط وبتقول ان عادل مات وسابها لوحدها. وساعتها خيري ما بيقدرش يستحمل يشوفها وهي منهاره، فبيقرب منها وبيحط ايده عليها علشان يواسيها، فبتحضنه نالان وبتفضل تعيط. وساعتها خيري بيقول لها ان هي مش لوحدها وان هو هيفضل جنبها طول عمره. وبعدها نالان بتبعد عن خيري وبتعتذر له ان هي حضنته، وبتطلب منه ان هو يوصلها للبيت. ولما بيرجعوا للبيت بتطلب منه ما يجيبش سيره لفريده ان هما خرجوا سوا. واول ما بترجع فريده للبيت بتسال خيري لو نالان خرجت، فبيقول لها ان هي خرجت لوحدها ورجعت. فبتروح فريده علشان تطمن على نالان، فبتقول لها ان هي خرجت تتمشى شويه لان هي كانت متضايقه. فبتروح فريده وبتسال تاكو لو شاف نالان وهي خارجه، فبيقول لها ان هي خرجت فعلا وكان معاها خيري. فبتنصدم فريده لما بتعرف ان خيري ونالان كذبوا عليها. وبعدها بتتصل ببيلور وبتطلب منها ان هي تيجي تزور نالان، وبتفهمها ان نالان محتاجه حد يكون جنبها الفتره دي، وبتنبه عليها ان هي ما تقولش ان هي اتصلت بيها. ولما بتيجي بيلور بتقعد مع نالان في اوضتها، وبتقف فريده على الباب علشان تسمع هما بيتكلموا في ايه. وساعتها نالان بتقول لبيلور ان خيري هو الوحيد اللي بيكون جنبها في ازماتها وان هو بيعاملها بحنيه وباهتمام شديد. فبتنصدم فريده لما بتسمع نالان وهي بتقول كده، وبتقول كمان ان هي حضنت خيري، وبتقول ان هي ما حسيتش بنفسها وهي بتحضنه لان هي كانت منهاره وكانت بتعيط علشان افتكرت عادل. وبالليل رأفت بيتكلم مع سيدات وبيساله عن احواله في الشغل، فبيقول له سيدات ان هو عارف قيمه الحياه اللي هو كان عايشها، وده لما بقى يصحى بدري ويروح الشغل بالاوتوبيس. وبيقول سيدات ان هو فهم ان هو عنده حياه ناس كتير يتمنوا يعيشوها، لكنه ما كانش مقدر النعمه اللي هو فيها وما كانش حاسس بالمسؤوليه. وبيشكر سيدات ابوه علشان هو خلاه يشوف الناس حواليه، وان هو لما قرب منهم عارف ان كل انسان بيتعب وبيكافح علشان يصرف على اهله. فبيعجب رأفت بكلام سيدات، وبيقول له ان هو كان بيراقبه من بعيد اثناء ما كان هو بيشتغل، وان هو شاف بنفسه ان هو فعلا اتغير للاحسن. وعلشان كده رأفت بيقرر ان هو ينهي عقاب سيدات، وبيبلغه ان هو يقدر يرجع شغله في الشركه من تاني يوم. فبيفرح سيدات وبيشكره، وبعدها بيروح لنالان وبيعرفها باللي حصل، فبتقول له ان هي فرحانه ومبسوطه علشانه. ولكن بيظهر ان نالان بتقول كده من ورا قلبها، وده لان هي مشغوله بالتفكير في اللي حصل بينها وبين خيري، وبتكون نالان متلخبطه ومش عارفه ايه اللي بيحصل لها، وبتكون خايفه لحسن تكون وقعت في حب خيري. لكن تاني يوم نالان بتقرر ان هي تقرب من خيري، ولما فريده بتسالها هي رايحه فين بتقول لها ان هي رايحه تزور صاحبتها بيلور. وبعدها بتخرج نالان من البيت وبتطلب من خيري ان هو يوديها الحديقه اللي هي راحتها مع عادل قبل كده. واثناء ما هما في الطريق بتقول نالان لخيري ان هي بترتاح جدا لما بتتكلم معاه، وده لان هي بتعجبها وجهه نظره في الحياه ودايما بتستفيد من نصايحه ليها. فبيفرح خيري وبيقول لها ان هو فرحان، وده لان هو سبب في ان هي تتخطى حزنها. ولما بيوصلوا للحديقه بتطلب نالان من خيري ان هما يركبوا عجل سوا، وفي اللحظه دي بيتصدموا لما بيلاقوا فريده جايه عليهم. واول ما فريده بتوصل لهم بتطلب من خيري ان هو يمشي، وبتقول له ان هي هتتصرف معاه بعدين. وبعدها بتاخد فريده وبترجع بيها على البيت. ولما بيوصلوا للبيت فريده بتسال نالان هي ازاي اتجرأت وكذبت عليها، فبتقول لها نالان ان هي حاولت تعمل الحاجه اللي هي نفسها فيها لاول مره في حياتها، وبتقول لها ان هي نفسها تعيش حياتها زي باقي الناس. فبتفهمها فريده ان هي مش زي باقي الناس، وده لان جوزها مشهور ومن عيله غنيه، ولو حد من الصحفيين شافها مع خيري السواق هيفضحها. فبتقول لها نالان ان خيري صديقها وبس، ومفيش بينها وبينه اي حاجه تانيه. لكن فريده ما بيعجبهاش كلامها وبتقول لها ان هي هتحكي لرأفت
اللي حصل، وهتطلب منه ان هو يرفض خيري من الشغل، فبتخاف ان خيري يخسر وظيفته، وبتوعد فريدة ان هي مش هتركب العربية تاني معاه، فبتوافق فريدة على كلامها وبتعرفها ان هي هتفضل طول الوقت بتراقبها، ده غير ان هي هترد على رأفت وهتبلغه ان هي موافقة تعيش معاهم في البيت. وبعدها فريدة بتروح لخيري وبتقوله ان طرده من شغله ومش هياخد منها اكتر من دقيقتين، وبتعرفه ان نالان هي اللي منعتها تعمل كده، وبتقول فريدة لخيري ان نالان وعدتها ان هي مش هتكلمه تاني، وبتنبه عليه ان هو لو قرب منها تاني هتدمر له حياته. وتاني يوم بتخرج نالان بالعربية لوحدها وبتلاقي محفظة خيري تحت الدواسة، وبتتصدم لما بتفتح المحفظة وبتلاقي فيها صورتها، فبتشيل الصورة منها، ولما بترجع البيت بتحط المحفظة تحت الكرسي. وبعدها بتيجي فريدة وبتلاقي المحفظة، ولما بتفتحها بتعرف ان هي محفظة خيري، فبتنده على تاكو علشان يدي الخير محفظته، فبيروح له تاكو وبيديله المحفظة وبيقول له ان فريدة هي اللي لقيتها، فبيتوتر خيري وبيخاف لا تكون فريدة شافت صورة نالان اللي في المحفظة، لكنه بيتوتر اكتر لما مش بيلاقي الصورة، فبيفتكر ساعتها ان فريدة شافت الصورة وخدتها، ولكنه بيقرر يسكت وما يتكلمش لحد ما يشوف فريدة هتعمل ايه. وبعدها تاكو بيبلغه ان فريدة عايزاه، فبيروح له وبيكون فاكر ان هي هتكلمه في موضوع الصورة، لكنه بيتفاجئ ان هي بتكلمه بخصوص قربه من نالان، وبتحذره فريدة للمرة الاخيرة، وبتقول له ان هو لازم يتعامل مع نالان على ان هي مديرته في الشغل مش صاحبته، وبتهدده ان هو لو ما سمعش كلامها هتقتله. وفي اليوم اللي بعده نالان بتخرج مع خيري من ورا فريدة وبتديله الصورة وبتقول له ان هي لقيتها في المحفظة وان هي شالت الصورة من المحفظة واحتفظت بيها، فبيتوتر خيري وما بيكونش عارف يرد، وبياخد منها الصورة من غير ما يقول لها ولا كلمة، ولكن نظراته ليها بيبان فيها ان هو بيحبها. وساعتها نالان بتفهم حقيقة مشاعر خيري، فبتنزل من العربية وبتروح تقف قدام البحر، فبيروح وراها خيري وبيقول لها ان هو عاوز يعترف لها بسر، فبتتوتر نالان لدرجة ان هي بتكون مش قادرة تقف على رجليها، فبيمسكها خيري وبيساعدها لحد ما بتقعد. وفي اللحظة دي بيكون في صحفي ومصور بيراقبوا نالان وخيري وبيصوروهم سوا اكتر من صورة، ووقتها نالان بتطلب من خيري ان هو ما يقول لهاش اي حاجة، فبيحترم خيري رغبتها وبيسكت. وبعدها الصحفي بيتصل بجانا وبيفكرها ان هي قالت له لو وصل لحاجة تخص سيدات ونالان يكلمها، وبيعرفها ان هو معاه صور لنالان مرات سيدات. واول ما الصحفي بيبعت لها الصور بتنبسط جدا وبتكلمه وبتطلب منه ما ينشرش الصور دي غير لما تقوله، وبتوعده ان هي هتحول له الفلوس اللي هي وعدته بيها. وبعدها جانا بتتصل بفريدة وبتعرفها ان هي معاها صور لنالان وخيري وهم سوا، فبتروح لها فريدة وبتقابلها علشان تتأكد ان كلامها صح، وبتنصدم فريدة لما بتشوف صورة خيري وهو بيمسك ايد نالان. وساعتها جانا بتطلب من فريدة ان هي تبعد عنها وتسيبها في حالها، وإلا هي هتنشر صور نالان وهتعمل لها فضيحة كبيرة. لكن فريدة ما بيهمهاش تهديد جانا، وبتحلف لها ان الصور دي لو اتنشرت هي هتقتلها، وبعدها بتسيبها وبترجع البيت. ولما بتوصل للبيت بتكون في قمة غضبها وبتنده على حفيظة وبتطلب منها تحمي نالان، وبتتصدم نالان لما بتلاقي فريدة ماسكة قميص العفة، وبتقول فريدة نالان ان هي كذبت عليها اكتر من مرة وان هي ما سمعتش كلامها لما حذرتها وطلبت منها تبعد عن خيري، وبتعرفها ان الصحفيين صوروها هي وخيري وبعتوا الصور لجانا. وبتسأل فريدة نالان عن اللي هيحصل لو الصور دي اتنشرت في الجرايد وعلى الانترنت، وبتعرفها ان وقتها هتحصل فضيحة كبيرة جدا وسرتها هتبقى على كل لسان. وبتخيرها فريدة بين ان هي تقطع علاقتها بخيري او ان هي ترجع تلبس قميص العفة تاني، وبتسيبها وبتمشي علشان تفكر براحتها. وبالليل على العشاء نالان بتطلب من رأفت ان هي تنزل تشتغل في الشركة، وده علشان تكون جنب سيدات اطول وقت ممكن، فبيوافق رأفت وبدون تفكير بيكون مبسوط بالفكرة دي. وساعتها فريدة بتعرف ان نالان اختارت ان هي تبعد عن خيري. وبعد العشاء جانا بتتصل بسيدات وبتقول له ان هي واقفة قدام بيته وبتطلب منه ان هو ينزل يقابلها، لكن سيدات بيتعصب عليها وبيرفض ان هو يقابلها، وبيطلب منها ان هي تمشي قبل ما تتسبب في مشكلة جديدة ليهم. وتاني يوم بتكون نالان رايحة الشركة مع سيدات، وساعتها جانا بتبعت لسيدات رسالة، وبيتصدم سيدات لما بيشوف صورة نالان وهي مع خيري. وبيخلص الجزء التاني من المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة في المتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف، ونشوفك الملخص اللي جاي، ويلا سلام.